يا استاذ محمد، معلش والله على ما ارتحت بس كده وافتكرت الاسئله. اغلبيه الاسئله اللي جات لي كانت عباره عن مواقف دور المساعد الصحي فيها ايه او دور الممرضه فيها ايه، او مريض مثلا عنده 72 سنه هعمل له ايه، مريض 65 سنه والموقف هعمل له ايه. فانا كتبت الاسئله لحضرتك اهو، وان شاء الله لو افتكرت حاجه تانية هقولها لحضرتك. شكرا يا استاذ محمد، وشكرا لكل الجروب. الحمد لله اغلبيه الاسئله كانت من المذكرات وحاجات بسيطه اللي انا ما كنتش عارفه ترجمها يعني، فحلتها بالبركه كده. شكرا لك يا استاذ محمد. وبرده السؤال اللي اتكرر اللي هو مريض الديمنشيا هتعامل معاه، هتواصل معاه ازاي؟ يعني انا اخترت فيربال ونون فيربال. دي الصور اللي جت في الامتحان، وكمان كان في صورة الراجل اللي نايم وقدامه مروحة وقدامه كوباية مية، عشان عملتها هيت اللي هو هيت اتاك ده، معرفش صح ولا غلط. في سؤال برضو اللي هو بتاع المريضة المسلمة اللي في رمضان وعايزة تصوم، دي اخترت الإجابة اللي فيها شيم، اخترت الإجابة اللي هي قصدي هقول لها ان هي مش هينفع تصوم واتكلم معاها يعني وكده، ولا غلط. بتفك المريض الأوبيز اللي هو زاد وزنه 10 كيلو ومش عارفة يقيس له الضغط، اخترت اللي هي هنستخدم كف كبير. في سؤال كان جايب لي برضو مريض عمل جراحة وجات له عدوى، بيبقى المريض ده اتنقله العدوى عن طريق ايه؟ اخترت كان جايب في الاختيارات الآلات الجراحية، يعني عن طريق الآلات الجراحية، فاخترت صورة المريض معلش دور المساعد الصحي في رسم القلب. كان جايب لي المهم هشرح الإجراء ولا هنام المريض في وضع الصبين، اخترت دي ان انا هنام المريض في وضع الصبين. مريض الهايبرتنشن ده عنده ايه؟ اخترت اللي هو هاي بلاد بريشر، ان هنام. سؤال الطلبية برضو جاية ناقصة هعمل ايه؟ هرفضها وهبلغ الممرضة. وجالي سؤال تاني بتاع الطلبية كل قد ايه؟ كل اسبوعين. مريضة عاملة عملية في الحوض وعايزة اخد عينة يورين، اخترت ان انا هسحبها من القسطرة. الهيباتيتس ده بيكون فين؟ اخترت في الليفر. مريضة السؤال بتاع المسج والريسيفر والسندر، فاخترت اللي هي فيربال كوميونيكيشن. كان في مريض نايم على السرير وجي يقوم فداخ وكان هيقع، اخترت ان انا هنيمه على الارض. هنقل المريض من السرير للنقالة، اخترت ان انا هستخدم كان جايب لي في الاجابات اللي هي اللوكرول، اخترت دي على الارض. ممرضة بتغير على جرح وانتي واقفة ماسكة الدريسنج وبتقول لك افتحي الدريسنج، اخترت ان انا هحافظ عليه ان انا ملسموش وهي ممرضة تاخده بايديها. بغير الكولوستومي كل قد ايه؟ اخترت كل. مريض ضعف السمع هتواصل معاه ازاي؟ كان جايب في الاختيارات فيستو بيشنت، فاخترت دي. مريض في اخر مرحلة من الكانسر، عنده كانسر في الرئة في آخر مرحلة، اخترت ان انا هتكلم معاه واسمع له. الطفل اللي قرصته النحلة، اخترت ليه انفلاكتك شوك. مريض الزهايمر اللي بيقول ان المية فيها مش جايب بقى دبابيس، لا جايب ابر، ان المية فيها ابر، اخترت ان انا هقوله ان المية مفيهاش اي حاجة. مريض نازل الأشعة وانا نسيت الريكوست بتاعه، اخترت ان انا هستنى مع المريض واتصل على الممرضة تبعتلي الريكوست اي حاجة. القسطرة بتكون فين؟ في الـ under bladder. في ادوات جاية، في معدات جاية جديدة المستشفى والمدير عايز يتأكد من جودتها يعني، فهيكلم قسم ايه؟ قسم الصيانة. سؤال الغرف، اختار ايه من الغرف دي اللي انا هلبس فيها البي بي اي كلها؟ وكان جايب مريض التصلب اللويحي وقدامه كان كلمة سكشن، فاخترت التصلب اللويحي، الغرفة اللي فيها المريض التصلب اللويحي. جايب وضع السي اس اف، والمريضة اللي مش مرتاحة في وضع الليسوتومي اخترت السيمز، والممرضة اللي حاطة جيبها ايديها في جيبها اجريسيف، والملي بيساوي سي سي، مريضة التصلب اللي واحد. كان جايب لي الأشعة خطر على مين؟ اخترت اللي هي البريجنانت، ست الحامل. وجايب لي صورة ست ماسكة عكازات وبتقولي العكازات هتمشي بيها ازاي. جايب لي الملايات المتسخة دي هحطها فين؟ في اللينر هامبر باك، اخترت دي.
كان جايب سؤال اللي هو ايه هي الحاجة اللي بتعمل بيت سورس يعني، فاخترت ان كان في الاجابات ان الجلد فيه عرق كتير، يعني المريض ده عرقان كتير، فاخترت الاجابة دي. في مريض هننقله من السرير للكرسي ومركب حزام، افضل حاجة ان الحزام يكون تحت الهيبس. وسؤال الهايبر فنتليشن، اخترت نقص في السي او 2. سؤال بتاع البرينيال كير، اخترت 3 سوابس فرونت تو ذا باك وفتحة في الترقية، ماشي. اخترت اللي هو المصطلح بتاع تراكوستومي ده. مريض عنده نزيف في ايده الشمال وعاوز اسحب عينة، اخترت ان انا هسحبها من ايده اليمين. وسؤال العيان هيمسك الكان في ايده ايه، في انهي جنب يعني، اخترت في جنب قوي. السؤال بتاع اللي هو الطلقات النارية دي اللي هي شات جوت دي، انا اخترت ديت بس مش فاكرة صيغة السؤال بصراحة كانت ايه. وكان جايب مريض جاله ناس يزوروه يعني ومش عاوز يقوم من على الكرسي، فهعمل ايه؟ هغير له وضعه كل ساعة. المريض اللي مريض السكر، السؤال بتاع مريض السكر، هنايمه في وضع الصباين. كان جايب لي اختيارات كده وبيقول لي ايه الحاجة المهمة من دول اللي لازم ابلغ الممرضة عليها فورا، وكان جايب ان في مريض عنده صعوبة في التنفس فاخترتها. المريض اللي اغمى عليه هنهيمه على الارض وهرفع له رجله وراسه وكتفه هيكونوا في استريت. كان جايب ان انا الراجل بتاع المختبر كلمني وقال لي ان الجهاز بايظ وقدامه ساعتين على ما يتصلح، وان انا كنت سحبت عينة يورين، كنت سحبت عينة يعني مش فاكرة كانت يورين ولا كانت عينة دم ولا كانت ايه، مش عارفة والله. فاخترت ان انا هحطها في التلاجة على ما الجهاز يتصلح. وكان جايب عينة اليورين بتتاخد امتى، عملتها في الايرلي مورنينج. وكان جايب كمان صورة رجل مفرودة ورجل متنية وبيقول اليمين ايه والشمال ايه. وجايب لي النيدلز هحطها فين، اخترت في الشرب كونتينر. جايب لي سؤال بيقول لي المريض اكل يعني اخد حاجة انتاك ليكويد يعني، ماشي. فجايب لي حاجات كده واختاري منها الايه والانتاك ليكويد، اخترت اللي هي شوربة الفراخ. وكان جايب اللي هو ايه من الحاجات ديت الفول ليكويد، اخترت الايس كريم. وكان جايب لي بيبقى مكتوب ايه على جميع يعني انحاء المختبر او كده، اليوفات اللي بتبقى محطوطه في المختبر. إيه كان جايب لي ايه المرض اللي احنا هنلبس له كل الوقايات وهنستخدم اساليب عالميه عشان نتجنب العدوى، فاخترت اللي هو الاتش اي في. كان جايب السبيروميتر بيستخدم ازاي، بيت بياكل وفجاه ازرق ده ايه، كانت في اجابه فيهم اللي هو دروسنج اند سوشنج اللي هو الاختناق. سؤال برضو بتاع زميلة ليا في الشغل نشرت معلومات عن على المريض على السوشيال ميديا، اخترت ان انا هقول لها ان ده من خصوصيات المريض وان هي المفروض تمسح الحاجات دي او المعلومات دي. مريض هتنقله من النقالة للسرير، المفروض ان احنا هنخلي، اخترت ان احنا هنخلي السرير في نفس مستوى النقالة. هعمل له مساج على ظهره، هحطه في وضع ايه، اخترت البرون. كان جايب برضو المريضة اللي بتعيط عشان جوزها توفى، اخترت ان انا هتكلم معاها واسمع لها. بينزف من الارم بضغط على الراديال ارتري. سؤال اللي هو الاوبن اندد كويتشن ده، اخترت اللي هو ما هو الطعام المفضل لديك، السؤال ده في المذكرة.
لما بقيت اسحب عينه للمريض المفروض التورنيكيه بيبقى فين؟ عملته فوق مستوى الوريد.